وإلى جريدة اليوم السابعة، إعادة تشكيل الأعلى للصحافة برئاسة جلال عارف وصلاح عيسى أمينا عاما. قرر المجلس الأعلى للصحافة أمس إعادة تشكيل هيئة مكتبه برئاسة جلال عارف وتعيين دكتور حسن عماد مكاوي ومحمد سلماوي وكيلين، وأيضا صلاح عيسى أمينا عاما وحمدي مصلحي أمينا عاما مساعدا للمجلس. وأوضح صلاح عيسى أن المجلس أصدر أيضا قرارا في جلسته أمس برئاسة عارف بالموافقة على طلب دار الهلال برفع أسعار عدد الإصدارات الصادرة عنها.